إذا عظمت لذة العلم في القلب صارت لذات العادات ساقطة لا يعتني بها الإنسان. فمثلا من لذات العادات الاجتماع بالخلق وسماع كلامهم، هذه لذة يحب تحبها الناس، لكن إذا عظمت لذة العلم في القلب لم يطلبها الإنسان. ولذلك قال رجل لعبد الله المبارك: يا أبا عبد الرحمن ألا تجلس معنا؟ قل ما تجلس تسولف معنا. فقال: أنا أجلس في بيتي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الرجل: أتسخر بي؟ يقول: أنت تهزى بي؟ قال: لا، ولكني أنظر في كتبي فكأني جالس مع القوم. يعني أقول أنظر في الكتب وأقرأ فكأني جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم. فهذا لذة العادة بالاجتماع بالناس سقطت عنده، صارت عنده لذة العلم أعظم. وحدثني رجل لقيته مرة أنه كان يخدم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله مدة، وكان يقول أن أهله يأتون بالطعام ويحضرونه، وأخبر الشيخ بأن شيخ الطعام جاء. يقول: فكان يقول لي: خلني شوي بس أخلص الكتاب اللي معي. يقول: وأنا كنت أرجو أن يأكل الشيخ فآكل، وكان الطعام قليلا. يقول: فيجلس الشيخ يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ، يقول حتى يبرد الطعام. بعدين أقول له: يا شيخ الأكل؟ كان يقول لي: أنا ما أشتهي، كان تبي تأكلها أنت ولا أنا ما أشتهي. يقول: أرجع له أكل منه شوي لأنه بارد ما له طعام. فهذا الرجل غلبت لذة العلم على قلبه، حتى الأكل ما لا يحتاجه، صار يزهد فيه، فتجد يتقوت بشيء قليل. فصاحب العلم إذا وجدت لذة العلم في قلبه، اللذات التي اعتادوها الناس لا ينظر إليها ولا يبالي بها وليست عنده بشيء. ولذلك قد تجد يشتري كتاب مجلد واحد ب10,000، والناس يشترون ساعة ب10,000، وإذا قلت لهم كتاب ب10,000 قالوا: ليش؟ تضيع للمال. والساعة ما هي تضيع للمال، لأن الناس يحبون هذه اللذة، لذة الزينة الظاهرة. لكن صاحب العلم يرى أن العلم يستحق في هذا المجلد 10,000، فهو يدفعها لأجل تحصيل هذا الكتاب النافع. وربما تتحول الآلام لذة. وفي صحيح البخاري معلقا عن عكرمة أن ابن عباس كان يضع في رجليه القيد والكبل يعلمه القرآن والفرائض، يعني كان يجد منفعته بتقييده لأنه يلتذ بهذا في طلب العلم، فحدث بهذا ولم يره عيبا، لأن شيخه ابن عباس وهو مولاه الذي كان يملكه لما كان قنا قبل عتقه كان يحمله على العلم حتى ربما وصلته هذه الحال، فكان يرى أن هذه الحال حال خير وحال لذة. وفي أخبارهم كثير كانوا يرون الضرب والرفس والغضب من الشيخ، يرون أن هذا مما يزيدهم لذة بالعلم لأنهم يتحققون به في العلم، فلا يبالي لو وبخ شيخه أو ضربه لأنه يعرف أن هذا لأجل منفعته في العلم فيراها لذة ويرجع مرة أخرى إلى طلب العلم عليه. وأحدنا الآن لو أن شيخه قال له: اعتدل يعني على جلستك، اعتدل في جلستك، فقال: الشيخ هذا شديد، ليش يخلينا نجلس ما نجلس؟ هكذا نظر الناس لما قصرت معارفهم بما ينفعهم من الحق.